السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الصغار، درسنا اليوم الصرف والتحويل بعنوان الفعل المهموس. الفعل المهموس، لنقرأ الأمثلة. أخذ النجار مقاس الطاولة. أخذ النجار مقاس الطاولة. تنشأ الأشجار في الغابة. تنشأ الأشجار في الغابة. سأل الأستاذ عن طرق المحافظة على الغابة. سأل الأستاذ عن طرق المحافظة على الغابة. أقرأ الجمل وأستخرج الأفعال. أخذ في الجملة الثانية تنشأ، وفي الجملة الثالثة سأل. نضع هذه الأفعال في جدول. أخذ، تنشأ، سأل. أصله في الماضي. أخذ أصله في الماضي أخذ. تنشأ أصله في الماضي نشأ. وسأل أصله في الماضي سأل. ثانيا، ألاحظ الحروف الأصلية للأفعال أخذ، نشأ، وسأل. الحرف المشترك هو الهمزة. ألاحظ الحروف الأصلية للأفعال أخذ، نشأ، سأل. ونلاحظ أن الحرف المشترك هو الهمزة. ألاحظ الأفعال وأضعها في الجدول. ألاحظ الأفعال وأضعها في الجدول. أخذ حرفه الأصلي الأول همزة. سأل حرفه الأصلي في وسطه همزة. سأل. نشأ حرفه الأصلي الأخير همزة. نشأ. نستنتج أن الفعل الصحيح الذي يكون أحد حروفه الأصلية في الماضي همزة يسمى فعلا مهموزا. مثال لأفعال لها همزة في الأول: أكل، أخذ، أكل، أخذ. أفعال لها همزة في الوسط: سئم، سأل. وأفعال لها همزة في الأخير: لجأ، نشأ. الآن نطبق. أطبق. أملأ خانات الجدول بهذه الأفعال: يأمر، يئس، أقطع، حدد، مد، تكتب، بطئ. نحدد الصحيح، الفعل الصحيح السالم، والفعل الصحيح المضاعف، ثم الفعل الصحيح المهموز الذي درسناه اليوم. بالنسبة للفعل السالم: أقطع، تكتب. الفعل المضاعف: حدد، مد. والفعل المهموز: يأمر،
يئس بطؤ يأمر أصله في الماضي أمر يئس بطؤ. وشكرا أعزائي الصغار.